بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره. الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر إحسان الدين أولا، ثم ذكر الإحسان ثانيا. فإحسان الدين هو، والله أعلم، الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال، هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد. قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل إلى آخر في عقد المؤلف رحمه الله إلى آخر الكتاب للكلام على الإحسان. والإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وقد سبق الكلام أن تكلم الشيخ رحمه الله على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. المرتبة الأولى من مراتب الدين مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم وفي وقت أمر دينكم. فدل على أن الدين له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. والمؤلف رحمه الله تكلم فيما مضى على مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان، وفي هذا الفصل يتكلم عن مرتبة الإحسان. والإحسان بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بين الإحسان هو مراقبة الله، أن تعبد الله على المراقبة، وله مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه هي المرتبة العليا. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد. فإن ضعفت على هذه المرتبة تنتقل المرتبة التي بعدها، وهي أن تعبد الله على أنه يراك. المرتبة الأولى أن تعبد الله على أنه يراك، والمرتبة الثانية أن تعبد الله على أنك تراه. فهو مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن ضعفت فإنك تعبد الله على أنه يراك. فهذا هو الإحسان. الإحسان تعبد الله على المراقبة. قال المؤلف رحمه الله: قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص. فالإخلاص، والإخلاص معناه أن يكون عملك خالصا لوجه الله، تريد به وجه الله والدار الآخرة، لا تريد به رياء ولا محبة الناس ولا الثناء عليهم ولا الدنيا ولا الشهرة ولا غير ذلك من المقاصد. قال المؤلف رحمه الله: والتحقيق أن الإحسان يتناول أمرين، يتناول الإخلاص وغيره. والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. المؤلف رحمه الله يقول:
التحقيق أن الإحسان يشمل أمرين: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. والإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله هو أن يكون موافقا للشرع. فالصلاة مثلا الإحسان فيها أن تخلصها لله وأن توقعها موافقة للشرع، موافقة للشرع في وقتها وفي كيفية أدائها وفي شروطها وفي هيئاتها. فإذا صليت مخلصا لله وأوقعت صلاتك موافقة للشرع فهذا هو الإحسان، لأنك جمعت بين الأمرين. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية فيها بيان الأمرين الذي ذكرهم المؤلف في بيان شروط العمل أو ركن العمل. بلى من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. المؤلف استدل بهذه الآية على الأمرين: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا هذا الإخلاص، وهو محسن هذا إتيان العمل موافقا للشرع على ما يحبه الله. قال المؤلف رحمه الله: فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. يعني ذكر إحسان الدين أولا في قوله ومن أحسن دينا، ثم ذكر الإحسان ثانيا في قوله وهو محسن، يعني الإحسان في العمل. فيكون الإحسان يشمل الأمرين: الأمر الإحسان في الدين والإحسان في العمل. الإحسان في الدين والإحسان في العمل. الإحسان في الدين هو أن يكون خالصا لله، والإحسان في العمل أن يكون موافقا للشرع، أن يوقعه على ما أن يأتي بالفعل الحسن الذي يحبه الله هو الموافق للشرع. قال المؤلف رحمه الله: فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، ثم سأل عن الإسلام والإيمان، ثم سأل عن الإحسان. ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا، إذن الإحسان يقول المؤلف رحمه الله: الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل هو الإحسان الدين. قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان في الدين، الإحسان في الدين هو الإخلاص، تعبد الله على المراقبة. الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأعمال والأفعال هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحسان يشمل أمرين: الإحسان في الدين والإحسان في العمل. الإحسان في الدين هو أن يكون خالصا لله، والإحسان في العمل أن يكون موافقا للشرع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأعمال هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذ تعبد الله على المراقبة، الإحسان في الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال، يكون محسنا في الدين ومحسنا في الأقوال والأفعال. قال المؤلف رحمه الله: ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد. مراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد، يعني مطلوب من العبد أن يراقب الله في جميع أحواله، في نفسه، في بيته، في مسجده، في مكتبه، في عمله، في معاملته مع أهله، معاملته مع جاره، معاملته في بيعه وشرائه، معاملته في مكتبه، معاملته مع الناس، جميع أحواله، في أي حال، في النوم، في اللغظة، في الحضر، في السفر، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان، جميع أحواله. هذا المطلوب. المطلوب مراقبة الله في جميع أحوال العبد وفي جميع تقلباته وتصرفاته مع نفسه ومع غيره. هذا ما أقوله: مراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد. نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله:
روينا عن أبي القاسم القشيري أنه روينا عن أبي القاسم القشيري رحمه الله أنه قال سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل ما أخلصه وأصوبه فقال إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا العمل المقبول عند الله كما قال فضيل بن عياض في قوله تعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه يعني أخلص العمل وأصوبه. قيل ما أخلصه قيل يا أبا علي يعني كنت أفضل منها قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه فقال إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالص الصواب والخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله. هذه شروط العمل يكون لله وأن يكون موافقا للشرع طبع السنة. نعم وروي أن أبا القاسم القشيري رحمه الله قال وبهذا يكون العمل يكون الإنسان أحسن أحسن في الدين وأحسن في العمل إذا أتى بالعمل خالصا وصوابا قد أحسن في الدين وأحسن في العمل يحسن على الإحسان في الدين والإحسان في الإسلام والإيمان ويحسن في الأقوال والأعمال. نعم القسم الثاني إحسان في الدين والأعمال هذا هو اللي يتوسع المؤلف رحمه الله إلى آخر الكتاب إلى آخر الفصل سيتكلم عن توسع ويستطرد في المسائل الفقهية في البيع والشراء والمغارسة والمساقات والآجار وأخذ الأجرة والشهادة والأمر المعروف أن يعلمونك والجهاد في سبيل الله وأنواع البيوع بيع التذيع وبيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع الشرط وبيع الغرض وبيع الرطب بالتمر وبيع اللحم باللحم وبيع حبل الحبلة والعراية وبيع أيضا الكالب بالكالب. كل هذه دخل المؤلف رحمه الله في الإحسان في العمل إحسان في الأقوال في العمل كل هذه تعرض لها المؤلف وإن كانت يعني مسائل فقهية إلا أنه ينبغي الإحسان فيها كمان الإحسان يكون في القول والعمل ويكون في الدين. نعم ورؤي أن أبا القاسم القشيري رحمه الله قال الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصد وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل. قلت ويصح أن قال هذا تعريف الإخلاص عند أبو القاسم القشيري. وأبو القاسم القشيري من الصوفية كأنه من الصوفيين الذين عندهم الاعتدال هو صوفي معروف له القشيرية. يقول الإخلاص هو إفراد الحق بالطاعة في القصد إفراد الحق الله الحق اسمه من أسماء الله إفراد الحق يعني إفراد الله بالطاعة في القصد تفرد الله بالطاعة في القصد يعني لا تقصد إلا وجهه تفرد الله بالطاعة في القصد في قصدك. ثم فسر فقال وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محبة من الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. هذا الإخلاص الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصد إفراد الحق إفراد الله بالطاعة في القصد في القصد لا تقصد إلا وجه الله تفرده بالطاعة. ثم فسر فقال وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله طلبته يعني عبادته لأن العبادة سمي الطلبة لأن الصلاة لأنه يطلب بها ثواب ورضا الله وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق تصنع لمخلوق هذا هو الرياء يراعي تصنع حسن عمله لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس كذلك أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب الله كل هذه يبعدها من عمله لا يتصنع للمخلوق ولا يكسب محمدة ولا يحب مدح ولا معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. نعم
قلت ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، فينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى والله يحب المحسنين. وقد مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع في كتابه. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض الدنيا مع علمه بسرعة زوالها وهوانها عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا، بل يكون متعرضا لسخط الله. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد روى أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ولم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه بأسانيد صحيحة. وكذلك روى الترمذي رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفي رواية غير الترمذي فليتبوأ مقعده من النار. نعم هذا الله هذا تعريف الإخلاص عند المؤلف رحمه الله. قال المؤلف قلت القائل الشيخ الإسلام تيمية ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. تصفية العمل هو الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. التصفية معنى تنقية الشيء وتخليصه، صفيت الشيء نقيته وخلصته من الأشياء التي علقت فيه. تصفية الفعل، الفعل مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه أفعال، أفعال عبادة عن ملاحظة المخلوقين. تصفيه فلا تلاحظ المخلوقين، لا تلاحظهم ولا تنظر إليهم ولا يلتفت قلبك إليهم، بل لا تلتفت إلا إلى الله ولا تلاحظ إلا الله. صفي هذا الفعل وهذه العبادة عن ملاحظة المخلوقين، فإذا صفيت عن ملاحظة المخلوقين صار العمل خالصا لله. ولهذا قال قلت ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، فمن لاحظ المخلوقين فهو مراعي. ثم قال المؤلف رحمه الله فينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال. ينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل، والعدل هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان. يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا يستحظه من الإحسان الذي به يستحق القرب إلى الله، القرب والرضوان من الله عز وجل، كما قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا دليل، دليل على أن المحسن قريب، أن رحمة الله قريب من المحسن، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن المحسن قريب من الله، إذن المحسن الذي أحسن في الدين وأحسن في العمل فهو قريب من الله. إذن ينبغي أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي هو إيش؟ الإخلاص، تصفية الفعل، يعني في بأن يقصد بعلمه وجه الله والدار الآخرة، ويوقع علمه وتعلمه وتعليمه
وافقا للشرع، وبهذا يكون قريبا من الله. ينبغي للعلم أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي هو الإخلاص، الإخلاص في الدين والإخلاص في القول والفعل الذي يتحقق به القرب والرضا. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا الدليل بأن الإحسان يستحق به القرب من الله. وقال: والله يحب المحسنين، في إثبات المحبة لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وقد مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه في جميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع من الكتاب. إذا المؤلف بالسطر يبقى الأعمال القلبية والأعمال البدنية والأعمال المالية كلها يدخلها الإحسان. مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه في جميع الأعمال القلبية، التوكل والرغبة والخشية والإنابة، كل هذه الأعمال القلبية يستحصل فيها الإحسان وهو الإخلاص. وفي الأعمال البدنية أيضا في الصلاة والجهاد والصوم كذلك يستصحب الإحسان فيها وهو الإخلاص. وكذلك الأعمال المالية، النفقات والزكوات والصدقات والنفقات المشاريع الخيرية، يستصحب الإخلاص والإحسان. فالإحسان فيها هو أن يكون العمل خالصا لله، يكون عملك القلبي خالصا لله، يكون عملك البدني خالصا لله، يكون عملك المالي خالصا لله. وأيضا لا بد أن توقع هذا العمل القلبي أو البدني أو المالي موافقا للشرع، وبذلك تكون محسنا. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تبغوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا مثال الإحسان في النفقة، الإحسان في النفقة. وأنفقوا وأحسنوا، يعني أحسنوا في النفقة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تبغوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية نزلت لما قال بعض الصحابة: إن الله عز جنده ورسوله وقوي الإسلام، فنريد أن نجلس في مزارعنا فننبيها وننبي أموالنا. فأنزل الله هذه الآية: ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد، سماه الله تهلكة لأن هذا يضيع عليهم حظهم من الآخرة. لما قال الصحابة: نريد أن نجلس في أموالنا حتى ننبيها ومزارعنا، لأن الله عز جنده، أنزل الله: ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا، أنفقوا بالجهاد في سبيل الله، ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا في النفقة، إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان في النفقة. قال المؤلف رحمه الله: فينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء. كلمة كل من صيغ العموم، كل شيء فيه إحسان، كل شيء من الأعمال. عمل قلبي فيه لا بد فيه من الإحسان، عمل بدني لا بد فيه من الإحسان، عمل مالي لا بد فيه من الإحسان، لأن يعني كل من صيغ العموم. ولهذا قال المؤلف: ينبغي لمن علم هذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ وأن الإحسان عام في جميع الأعمال البدنية والأعمال القولية، الأعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال القولية. ينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتقن أن الله كتب الإحسان على شيء، كما جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. هذا من الإحسان، إذا قتلت تحسن القتلة. من الإحسان في القتلة أنه يقتل بالسيف ويعاجل من عليه القصاص، ولا يعذب يخنق أو يحرق بالنار أو تقطع أيديه ورجليه، إلا إذا كان قصاص. إذا كان فعل هذا بمدني قصاص يفعل به، مثل اليهود اللي رض جاري على رأس جاري بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه على حجرين، قصاص، هذا قصاص. أما إذا كان قصاص فيحسن القتلة، لا يؤذى. وإذا ذبحته فأحسن الذبحة، كذلك يذبحها بآلة حادة حتى يريحها، هذا من الإحسان. ما يذبحها بآلة كان يعذبها، ولذا قال: ولو حد أحدكم شفرته، حدها سنها حتى تكون حادة، وليريح ذبيحتها يريح الذبيحة. قال أبو سلمة: ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض الدنيا ما علمه بسرعة زوالها وهوانها عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا بل يكون متعرضا لسخط الله. إذا عمل الإنسان عمل الصالح وأراد به الدنيا، هذا محسن ولا مسيء؟ مسيء، يكون متعرض لسخط الله. الدليل
قال الله تعالى: من كان يريد الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا الوعيد، ليس له في الآخرة نصيب الذي يريد الدنيا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، كان يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذا من كان يريد العاجلة توعد بالنار. وقد روى أبو داود في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. والعرف معناه الريح. رواه بأسانيد صحيح. هذا وعيد شديد على من تعلم العلم لأجل الدنيا. وكذلك روى الترمذي عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ليماري به السفهاء، يعني يجادل به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس، أدخله الله النار. وفي رواية الترمذي: فليتبوأ مقعده من النار. هذا تعلم العلم لغير الله، ليجادل به السفهاء، أو يكاثر العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه رياء يرائي، أدخله النار، متوعد من النار. نعم، لأنه ترك الإحسان. نعم. فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه عني. وروى النووي رحمه الله أن الإمام علي رضي الله عنه قال: من حق العالم أن تسلم على الناس عامة وتخصه وحده بالتحية. رواه أبو داود. واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسارر في مجلسه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته. ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك، أو غيبته. ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك. ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ به. عندما يسمع ويكتب. ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة في عمره. فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث رحمه الله، وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بدايته، وإن كان أدبا من آداب السنة أخذ نفسه بذلك. فقد قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا كان يقال: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم. أي وأن يحاسب نفسه ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وهذا باب واسع. نعم، هذا الإحسان في طلب العلم وتعلم العلم. قال المؤلف: فمن الإحسان يعني في طلب العلم وتعلم العلم، وهذه آداب ينبغي للمتعلمين وطلب العلم أن يتأدبوا بها. قال: فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم، يعني يحسن ظنه في شيخه الذي يتعلم منه، لا يسيء الظن به، يعني يسيء الظنون، يقول لعله كذا، لعله ما يعمل بعلمه، لعله كذا، لعل كلامه ما هو صحيح، لعله وما أشبه ذلك. هذه إساءة ظنون، ما يصح إساءة الظن، لأن تفوت بركة العلم في هذا. إذا أساء الظن بشيخه ومن يتعلم منه ذهبت بركة العلم ولا يستفيد، لأنه اسمه متشكك ولا عنده يقين ولا ثبات. فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال، هذا من الأدب، صدق بصدقة ثم يدعو ويقول: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وروى النووي، يقال نووي ويقال نووي،
هو النووي، هو النواوي والنووي، أن الإمام علي قال رضي الله عنه: من حق العالم أن تسلم على الناس عامة وتخصه وحده بالتحية. رواه أبو داود، يعني تزيده يعني تسلم على الناس وتخص العالم بزيادة التحية لأنه له حق عليه. قال: واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه، تجلس أمامه في الدرس يعني، ولا تشيرن عنده بيدك ولو لأحد، لأن هذا يشغل ويشوش، وقد يكون وقد يفكر مثلا في ما مقصود حينما يشير بالإشارة. ولا تغمزن بعينك لأحد أيضا كذلك، ولا تقتبن عنده أحدا، تكلم في أحد تقول أنا ما جاء في كذا وكذا، ولا تسارر في مجلسه، يعني تكلم تسر بحديث تكلم في أذن من بجوارك، هذا يآلي يؤذي المعلم ويشككه، يقول ماذا يتكلم، ويتكلم فيه ولا يتكلم في شخص ولا كذا. هذا من حسن الأدب لا تسارر، ولا تلح عليه إذا كسل كسل أو متعب، لا تلح عليه بالسرعه بغيره، ولا تشبع من طول صحبته. ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك، إذا تكلم أحد في عرضه ترد عليه. ذكر في الحاشية حديث الترمذي، رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، وأحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وسبق في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب بن مالك، فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال رجل: والله ما علم عليه إلا خيرا، رد على أخي، والله ما علم عليه إلا خيرا. فهو رد عن عرض أخي. هذه كلها آداب من الإحسان في طلب العلم. قال: ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، لا يتجاوز، إذا سمع شيئا أو كتب شيئا يعمل به ولا يتجاوز. فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، إذا بلغ فضيلة أدب مستحب يعمل به، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة، ولو مرة في عمره حاول يعمل بالسنة ولو مرة في العمر. فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث وأخبرنا ذلك كان سبب هدايته في بدايته، أنه يعمل بما عليه، وإن كان أدبا من أدب السنة أخذ نفسه بذلك أيضا، كان أدب من أدب السنة يحاول يتأدب به، يعمل ولو مرة واحدة مستحب في عمره. فقد قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، والشاهد أن تقوى الله سبب في العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى تقوى الله خشية ومراقبته، وأصلها الإخلاص لله. يقول: ولهذا كان يقال: من علم بما يعمل ورثه الله علم ما لم يعلم. ذكر أن في الحاشية أنه أن بعضهم ذكره حديث ولكنه ضعيف. وأن يحاسب نفسه، هذا من الأدب، الأدب أن يحاسب نفسه ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة، هذا من الأدب، من الأدب أن الإنسان يعمل بما علم وأن يحاسب نفسه ويطالب بالخشية والحذر والمراقبة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله خشية تامة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل خشية، بل يخشى الله فهو كامل، كل مؤمن عنده أصل خشية، ولهذا اتقى الشرك، لكن خشى تعمل العلماء. وقال عبد الله بن مسعود: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا، لا حول ولا قوه الا بالله، من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا. وهذا باب العصر. بعد ذلك المؤلف سينتقل الى الاحسان في اعمال الجوارح، وتوسع بعد هذا في اعمال الجوارح في البيع والشراء وغير ذلك، وكذلك تعرض للصلاه والاحسان في الصلاه والاحسان في معاملة الناس، كل هذا سيسوده المؤلف. نعم. وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع: منه فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنة مؤكدة، ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك، أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك. فوت فوت نعم
أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم. هذا الإحسان في أعمال الجوارح، يقول الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم، بعد تحكم قاعدة العلم والتعلم والآداب التي سبقت العلم، بعد ذلك يأتي الكلام على الإحسان في أعمال الجوارح. قال: الإحسان في أعمال الجوارح أنواع، منهما هو فرض عين مثل الصلاة، ومنهما فرض كفاية مثل الصلاة على الجنازة وغسل الميت والتكفين، ومنه سنة مؤكدة مثل سنة الرواتب، ومنه فضيلة مستحب لا يسع من له عقل ومرؤى من فوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص. قال الله عز وجل: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، على عام إن الله أمر بالعدل والإحسان في كل شيء، إن الله أمر بالعدل والإحسان في الفرائض في فرض العين وفي فرض الكفاية وفي السنن وفي الفضائل، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا من الإحسان. فبدأ ذلك سيذكر المؤلف أمثلة الإحسان في أعمال الجوارح. نعم. فصل: وعلى المسلم بذل دلو يستقى به، وقدر يطبخ فيها، وفأس يحفر بها ونحو ذلك. وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل؟ قولان للعلماء، فمذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والسفيانين الثوري وابن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وحماد بن سلمة ومكحول رحمهم الله أن بذله حق على المسلم يجب مجانا كما دل عليه الكتاب والسنة. قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارية، الدلو والقدر والفأس ونحوهن. وفي الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال: هي لرجل أجر ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فشبعها فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تعففا وتغنيا فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها. وفي الصحيح خرجه البخاري رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حق الإبل إعارة ذكرها وإطراق فحلها، فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء، والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال للممتنع: والله لنجرينها ولو على بطنك. وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة، وبذل هذه الأشياء يستحب تارة ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، وكذلك بذل منافع البدن يجب تارة، فلا يحل منعها كنصر المظلوم باللسان وباليد، كما يجب بذل العلم وإفتاء الناس وتعليم الأمي ما وجب عليه والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان. فإذا تقرر هذا، هذه الأمثلة لما يجب الإحسان فيه. قال: وعلى المسلم بذل دلو يستقى به، وقدر نطبخ بها فيها، وفأس يحفر بها. يعني إذا كان الإنسان عنده دلو، الدلو هو الذي يستخرج، هو مصنوع من الجلد، من جلد الغنم أو الإبل، وفي حبل يدل في البئر،
ويستخرج به الماء. فإذا كان عندك دلو والبئر فيها ماء وجاء أخوك ما عنده دلو تعطيه دلوك تبذل الدلو بدون أجرة، لأن هذه مما هذا من الإحسان، تبذل أجرة يستخرج من الماء ويرد عليه. وكذلك القدر، طالما في القدر يطبخ فيها تعطيه ويرده، وكذلك الفأس والسكين وما أشبه ذلك. وضابط هذا أن الأشياء التي لا يضرها الاستعمال تبذل بدون مقابل، بخلاف الخبز والبيع وما أشبه ذلك، هذه تتلف، هذه لا بأس نبيعها أو كذا، إلا المضطر فإنه يلزم يعطيها بدون مقابل. هذه الدلو والقدر والفأس والسكين والصحن وما أشبه ذلك والإناء، كل هذه الداخل يقول هو يمنعون الماعون، هذا الماعون، الماعون يشمل هذا، ذمهم الله على منع الماعون، يشمل القدر ويشمل السكين ويشمل الدلو والإبرة التي يخرج بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذكر قولين لأهل العلم، وهل يجب أن نبذل بأجرة المثل أو لا؟ في قولة، وبعض العلماء يقول يبذلها بالأجرة، وقال آخرون يبذلها مجانا. وذكر المؤلف أن مذهب الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وإسحاق والسفياني وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم كلهم يرون أن بذله حق على المسلم مجانا بدون مقابل. واستدلوا بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الشاهد ويمنعون الماعون، هذا ذمهم الله على منع الماعون، الماعون الإبرة والقدر. والحديث الآخر حديث ابن مسعود كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عارية الدلو والقدر والفأس، الفأس الذي يحفر به. وكذلك ذكر حديث البخاري الخيل وأن ثلاثة أقسام، قال هي لرجل أجر ولرجل ستر ولعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فشبعها وريها وبولها ورثها حسنات، وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تعففا وتغنيا، يعني استغناء بها عن الناس، مثلا يأجرها وما أشبه ذلك، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها. وفي الصحيح الذي خرج البخاري من حق الإبل إعارة ذكرها وإطلاق فحلها، الفحل إذا طلب أخوك مثلا عنده مثلا إبل تعطيه الفحل، أو عنده بقر تعطيه الثور، أو عنده غنم تعطيه الفيس، إطلاق الفحل بدون مقابل. فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله أمر بالعدل والإحسان. ولو طلب أن يجري معه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض هل يجبر أو لا يجبر؟ قولان لأهل العلم. المؤلف يقول المختار قول عمر أنه قال للذي امتنع والله لنجزينها ولو على بطنك، لما امتنع يجري الماء خلا يمر 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 الماء على الأرض من على أرضه ما يضره، وفي المعصورة يدفنها ايش يضره؟ قال ولنجزينها والله لنجزينها ولو على ظهر بطنك. كذلك زكاة الحلي، قال بعض العلماء إن عاريته إن زكاته هي عاريته بدون أجرة. وهذه الأمور يقول المؤلف أحيانا تبذل بذلها يكون مستحب وأحيانا يكون واجب، وكذلك بذل منافع البدن أحيانا يكون سارة واجبة، فلا يحل المنعم تنصر المظلوم، هذا واجب ببدلك تنصر المظلوم. كذلك أيضا هذه الأشياء إذا كان أخوك مضطر إليها يجب أن تبذلها، وإذا كان ما هو مضطر يكون مستحب، وهكذا مثل كما يجب بذل العلم وإفتاء الناس وتعليم الأمة والحكم بين الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل، كلها هذه الأمور واجبة عند الحاجة. نعم. فإذا تقرر هذا فلئلا يمنع منافع الأقوال المضرة بها غيره أولى. وقد قال تعالى ولا يأبى كاتب المضرة، هذه ما ظهر معناها، يعني يقول المؤلف إذا كان عليه أن يبذل منافع الأفعال فالأقوال باب أولى، الكلام ما يضرك، تكلم بالكلام الطيب الذي فيه خير فيه حسن، تكلم تصلح بين الناس، هذا كيف تمنع؟ لا تمنع منافع الأقوال، إذا كان منافع الأفعال ما تمنع فمنافع الأقوال باب أولى، تكلم بدعوة إلى الله، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، نصيحة وما أشبه ذلك. فإذا كانت المنافع الأفعال لا تمنع فالأقوال باب أولى. نعم. وقد قال تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، إلى قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الشاهد النهي قال ولا يأبى كاتب أن يكتب،
اكتب الكاتب إذا قال اكتب لي كذا اكتب له ما يضر الكاتب لا تمنع منه المنفعات ولا يعبس الشهداء إذا مدعو كذلك الشهادة لا يمتنع منها نعم. وللعلماء في أخذ الأجرة على الشهادة أربعة أقوال أشهرها أنها حلال عند الحاجة وقيل تؤخذ حلالا إن لم يتعين المحتاج ولغير محتاج ووجه هذا أيضا أنها يجوز تعيينها ولا يكره تناولها بحال والمنصوص عليه أنه من أخذ عند الإشهاد لم يأخذ شيئا عند الأداء وعلى الجملة فإنهم يكرمون لأن الله بهم حفظ الحقوق وأقام الحدود وصان بهم الفروج والأنساب ومن ذلك أن الناس يعني الكلام في أخذ الجعل على الشهادة واحد يشهد يأخذ أجرة على الشهادة هل يأخذ؟ يقول في أربعة أقوال قيل يأخذ مطلقة وقيل لا يأخذ مطلقة وقيل يأخذ عند الحاجة وقيل تأخذ حلال إلا ما يتعين المحتاج والمؤلف يبين وجهه يقول أنه يجوز تعيينها ولا يكره تناولها بحال والمنصوص عند عليه أن من أخذها عند الإشهاد لم يأخذ عند الأداء لأن في الشهادة وفي الأداء إذا أخذت الأجرة على الشهادة عند تأدية فلا تأخذ أجرة ثانية وإذا لم تأخذها عند الإشهاد وتأخذها عند الأداء فلا بأس. قال المؤلف على الجملة فإنهم مكرمون يعني الشهداء يكرمون إذا أعطاهم كرامة فلا بأس لأن الله حفظ بهم الحقوق وقام الحدود وصان بهم الفروج والأنساب فيعطون شهادة من باب الشهداء. ذكر في الحاشية الأقوال في الشهادة وأن أربعة أوجه للمذهب أحمد أنه لا يجوز مطلقا الثاني يجوز لا يجوز إلا عند الحاجة الثالث يجوز إلا أن يتعين عليه الرابع يجوز نعم فإن أخذ أجرا عند العمل لم يأخذ عند الأداء نعم نعم. ومن ذلك أن الناس يحتاجون إلى الصناعات كالفلاحة والبناية والنسادة إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو ذلك فإذا لم يجلب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب فكانوا يجلبون من اليمن ومن الشام ومصر وأهل تلك الأمصار كفار وكانوا يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يوصلونه ويأكلون ما جاءهم من طعام ودهن ونحوه ولا يتحرجون في شيء من ذلك فحاجة الناس إلى خبز يخبز وطعام يصنع أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس وحاجتهم إلى بيوت يسكنونها أعظم من القسمين الأولين فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك والأوزاعي وسفيان والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وبه قال أبو حامد الغزالي وأبو الفرج بن الجوزي رحمهم الله أن هذه الصنائع فرض كفاية فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك كالجهاد وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك فإن هذا شيء مبني على الأعيان وكل من وجبت عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم ما يتيقن به سقوط الفرض عنه وكذلك في سائر العبادات المشروعة قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فكل من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن لم يفقهه في الدين فليس كذلك والدين هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب على المرء تصديقه فيه والعمل به وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به تصديقا عاما ويطيعه فيما أمر طاعة عامة وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدقه به تصديقا مفصلا فإن كان مأمورا فيه بأمر كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم وهو من فروض الكفاية وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من وزارة وديونة سواء كانت كتابة خطاب أو حساب أو مقبوض أو مصروف من أرزاق أو مصروف من أرزاق المقاتلة وغيرهم من إمرة حرب من أرزاق المقاتلة يعني المقاتلين المجاهدين نعم من أرزاق المقاتلة وغيرهم من إمرة حرب وقضاء وحسبة
فقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. نعم، المؤلف رحمه يبين أن فروض الكفايات لا بد منها، لا بد أن تقوم بها الأمة، فإن تخصص جماعة وقام فروض الكفاية وإلا أتمت الأمة. مثل الصناعات، الصناعات فرض كفاية كما ذهب إلى جماعة الأئمة، الفلاحة والإسادة والطب والهندسة والصيدلة، كل هذه أشياء فرض كفاية لا بد أن تتوفر في الأمة حتى لا يحتاجون إلى غيره، هم مضطرون إلى هذا، فهي فروض كفاية. لا بد تخصص جماعة في الصيدلة، جماعة في الطب، جماعة في الهندسة، جماعة في مثلا في الزراعة، في الفلاحة، في البناء أيضا، في مثلا في الحجامة، في كل جميع فروض الكفاية. ولهذا قال المؤلف ومن ذلك كان الناس يحتاجون إلى الصناعة، صناعة كالفلاحة والبناية، يصير بناء، لا بد الكهربائي يكون سباك، لا بد يكون تتعطى مصالح الناس، لو ما في سباكين ولا بنائين ولا كذا ولا سباكين تعطى حوال الناس ولا كهربائيين كالآن. هذه الصناعات كلها لا بد فرض كفاية تقوم بها الأمة، لا بد تجد في الأمة. والنساجة يقول إذا لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس، ما تقوم أمورهم إلا بمساكن، لو ما في بنائين أين يسكن الناس، ولو ما فيها خبازين من أين يأكل الناس، وهكذا. فإذا لم يجرب من المصالح ما لا بد من أضرب بذلك منه. قال فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب، فكانوا يجلبون من اليمن ومن الشام ومصر، كان في ذلك الوقت اليمن واليمن والشام ومصر كانت بلاد كفار في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتحت. كان اليمن فيها اليهود والشام فيها الروم، وكذلك مصر فيها الأقباط والعراق فيها الفرس. ولهذا قال المؤلف وأهل تلك الأنصار كفار، يعني يقصد ما مضى اليمن والشام ومصر، فكانوا يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يرسلون، في دليل على الإنسان يلبس ما جاءهم من ثياب الكفار ولا يرسل، ويأكل ما جاءهم من طعام ودهن إلا الذبائح، ذبائح غير الكتاب هي التي لا تؤكل، ولا يتحرجون في ذلك. فحاجة الناس إلى خبز يخبز وطعام يصنع أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس. صحيح، لأن إن كان الثياب يعيش الإنسان بدون ثياب يستر عورته بما يستر الله، لكن ما يعيش بدون أكل شرب، فالأكل أشد حاجة من اللباس. وحاجتهم إلى البيوت يسكنها أعظم أيضا، يعني إذا لم يكن لهم بيوت وين يعيشوا في الشوارع، لا هذه أشد. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله إن ذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الصناعة فرض كفاية، لأن لا تتم الصالح بدونها، مثل الجهاد فرض كفاية، طلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك، طلب العلم الشرعي هذا فرض كفاية، ويكون فرض عين على كل شخص على حسب حاله. مثلا كل شخص يجب عليه يتعلم احكام الصلاه، يعني هذا الصلاه واجب على كل احد، والزكاه يجب على من عنده مال يتعلم، هكذا فرض عين وغيره، وما عليه فرض كفايه، وكل من وجد تعليم من الصلاه كان عليه يتعلم يتخلى بسقط الفرض عنه. في الصحيح من يريد الله بخير فقهه في الدين، يقول كل من اراد الله به خيرا فقهه في الدين، فمن لم يفقهه الله في الدين ليس كذلك، لم يرد به خيرا. ما هو الدين؟ قال الدين هو ما بعث الله به رسوله من الأخبار والأعمال، فالأخبار تصدق والأعمال تنفذ، وهو ما يجب على تصديقه فيه والعمل به. وعلى كل أحد أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به تصديقا عاما، ويطيعه فيما ربه طاعة عامة، يعني كل أحد يجعل عليه أن يصدق رسول عام، يقول أنا أصدق الرسول في كل ما جاء به وأنا أطيع الرسول في كل ما جاء به، هذا واجب على كل أحد. لكن الخاص خاص على حسب الناس، إذا بلغك خبر عن الرسول تصدقه، وغيرك اللي ما يبلغ معفو عنه. إذا أيضا بلغ عمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت يجب عليك تعمل، ولغيرك اللي ما بلغه ما يجب عليك، لكن يجب عليك تصدق تصديق عام، تقول آمنت بكل خبر جاء عن الله ورسوله. وأيضا عليك أن يكون عندك استعداد لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، هذا عام. أما الخاص على حسب ما يبلغ. كذلك الأمر كذلك المؤلف يقول المؤلف رحمه الله وكذلك غسل الموتى هذا فرض كفاية، لو لم يغسل الناس الميت أتموا كلهم، وإذا غسل بعضهم فقط تكفينهم، والصلاة عليهم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والولاية الدينية مثل أمرة المؤمنين لا بد يكون الناس لهم إمام، وكذلك الوزارة لا بد يكون لهم والديونة الديوان
لابد يكون هذه الأعمال كلها فرض كفاية. لابد يكون هناك وزير، لابد يكون هناك أمير، لابد يكون سلطان، لابد يكون هناك مدير مدرسة، مدراء الأقسام وأمراء المناطق، كل هذه فرض كفاية لابد الأمة أن تقوم بها حتى لا تتعطل. وسواء كانت كتابة خطاب أو حساب أو مقبوض أو مصروف من أرزاق المقاتلين يعني المجاهدين وغيرهم من إمرة حرب وقضاء وحسبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، كلها يقوم بها عليه الصلاة والسلام لأنه هو إمام المسلمين. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن عسير كما ولى مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم إلى اليمن، وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الصدقة السعاة يجبون الأموال الزكواتية يأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة ليس معه إلا سوطه. وكان عليه الصلاة والسلام يحاسب العمال ويستوثق ويحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد استعمل رجلا من الأسد على الصدقة، فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. الحديث وفيه من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وفيه يشير بأصبعه نحو السماء اللهم هل بلغت مرتين. نعم، هذه الأعمال كلها كان الذي يقوم بها بصفته إمام المسلمين، ويقوم بكل ما يتعلق بالولايات ويولي عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية ويولي ما بعد عنه، جعل والي على مكة وجعل والي على البلدان الأخرى، وإذا سافر من المدينة ولى عليها والي، ولى على مكة عتاب بن أسيد أمير الله، وولى على الطائف عثمان بن أبي العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن في هذه الولايات، وكذلك أمنوا على السرايا ويبعثوا على الصدقة السعاة يجبون الأموال الزكواتية يأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها لمستحقيها الذي سماهم الله في القرآن. يشير الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، فيرجع الساعي إلى المدينة ليسمعوا إلا صوته، يعني يبعث يجبون الزكاة يأخذوها من الأغنياء وردوا على الفقراء، فيأخذ من الأغنياء ويعطيها الفقراء، يرجع إلى أهله ما معل الصوت، ما هو يأتي بها يأخذ الصدقات يأتي بها، لا يأخذها ويوزعها في الحال. وكذلك كان النبي يحاسب العمال ويستوثق ويحاسبه على المستخرج والمصروف، كما في صحيحين حديث حمود الأسدي الساعدي النبي استعمل رجلا من الأسد على الصدق، فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي فقال ما بال الرجل موليه على العمل وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه أم لا. ثم قال من استعمله على عمل فكتم المخيط، المخيط الإبرة، فما فوقه كان غلول يأتي به يوم القيامة، الغلول نار يشتعل عليه وهو يشير بأصبعه يقول اللهم هل بلغ. هذه كلها الولايات لا بد من الإحسان فيها، مؤلف استطرد كل هذه يجب الإحسان فيها، ويجب على ولي الأمر كذلك أن يولي على الولايات الدينية وعلى السرايا وعلى الصدقات وعلى العمال ويحاسبهم حتى تتم أحوال الناس وحتى يحصل الإحسان فيها. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك. فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم أو فلاحتهم صار ذلك العمل واجبا عليهم يجبرهم ولي الأمر عليه، فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة وجب عليه منعهم أن يظلموا، ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم، فإن الجند لا بد لهم من الفلاحين، فيلزمون أن لا يمنعوا الفلاح حقه
كما أنهم يلزمون أن يقوموا بالفلاحة، والمزارعة صحيحة ماضية، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي رضي الله عنهم، وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم، وهو قول أكابر الصحابة كابن مسعود وأمثاله رضي الله عنهم، وهو مذهب علماء الحديث كأحمد وإسحاق وأبي بكر بن المنذر والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من فقهاء المسلمين رحمهم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع، حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك، وما زالوا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: نقركم فيها ما شئنا. وما سمع منه قبل وفاته أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقد نعم. كان المؤلف رحمه الله يقول المقصود يعني الخلاصة مما سبق أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إليها إلى شيء منها تعين صار من الواجبات. الأعمال التي فرض الكفاية مثل الفلاحة والنجارة والخياطة وغيرها والطب، إذا وقعت الضرورة شيء منها صارت فرض على كل حال، وإذا ارتفعت الضرورة صارت فرض كفاية. فالمؤلف رأى أن الأعمال هذه كلها فرض كفاية متى وقعت الضرورة شيء منها تعينت وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب منها. إذا كان غير عاجز يستطيع أن يقوم يلزم إنسان فلاح يقدر الفلاحة يلزم عليك أن تفلح فتنفع نفسك وتنفع غيرك. إذا تعطلت إذا احتاج الناس إليه ما في البلد إلا مزرعة واحدة ماذا يعملون؟ البلد ما في أحد ما عندهم ما في ما البلد ما يأكلون إلا من هذه المزرعة من الحبوب والثمار يلزم عليك تفلح حتى ترفع الضرورة عن الناس، لأنك إذا تركت الفلاحة مات الناس هذه ضرورة. يلزم الفلاح على الفلاح ويلزم العامل على العميل يشتغل يعمل وهكذا. يقول فإذا كان الناس يحتاجون إلى هذا الأمثلة، إذا كان الناس يحتاجون إلى نسادة قوم يلزم على أن يكون نساد ينسج الصوف ينسج القطن يعمل للناس ثياب من القطن أو من الصوف، إذا ما فيه إلا غيره يلزم. فإذا قال أنا ما أنا لا أريد لا لازمك يلزمك الناس محتاجين وأنت تقدر وهكذا. وكذلك الفلاح أو فلاحته صار ذلك العمل واجبا عليه يجبرهم ولي الأمر يجبره على الفلاح، فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة وارتفعت الضرورة صار فرض كفاية وجب عليهم. فإذا قاموا بواجب عليهم وجب عليهم منعهم أن يظلموا أيضا، لا يظلموا الناس ولا يرفعون السعر يباع من السعر مثلا، ولا يمكن الجد من انتقاص من حقهم، فإن الجند لا بد لهم من الفلاحين يعني العمال مثلا العمال لا يظلمون الفلاحين والفلاحون لا يظلمون العمال، فيلزمه أن لا يمنعوا الفلاح حقه كما أنه يلزمون أن يقوموا بالفلاح. والمزارعة صحيحة ماضية، المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل فيها، والزرع بينه يكون ما تخرجه الأرض بينهما على حسب ما يتفقان عليه على الربع أو على النصف. في المزارعة عمل المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وعليه عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي، وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصار، وهو قول أكابر الصحابة ومذهب علماء الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، دفع عليهم الأرض الخيبر لما فتحت، الصحابة مشغولون بالجهاد فأبقى اليهود يعملون فيها يشتغلون ولهم النصف نصف الثمرة اليهود نصف الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استغنوا عنها في حياة عمر أجلاه حتى مات رسول الله والأمر كذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وخلافة قصيرة سنتين وأربعة أشهر واشتغل فيها بربع الردة، ثم لما تولى عمر طارت مدة أجلاه، وما زالوا حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وقد نقركم بذلك على ما شئنا.
وما سمعوا منه قبل وفاته أن قال أخرج اليهود من النصارى من جزة العرب، يعني أجلهم من أجل هذا، من أجل قوله نقركم على ذلك ما شئنا، وقال أخرج اليهود من النصارى من جزة العرب فأجلهم الله. نعم نعم وقد كان. وقد كان أصحابه رضي الله عنهم مشغولين بالجهاد لأنهم فرض علي لأنهم فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، حتى كانوا يتلذذون بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فلأجل ذلك أقر اليهود على أن يعملوا، ولهم شطر ما أخرجت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة نحو 1400، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر رضي الله عنه. فهؤلاء الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء وهم أبطال الموحدين وحماة المسلمين وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه كثر أهل الإسلام وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد قال قبل موته ما تقدم وعلى ما تقرر من هذه الأصول، فكما أن الجهاد واجب فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل وبذل الآلة بثمن المثل أو بالمشترى الأول، وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بذل ذلك تبرعا كان مجاهدا. فإن المؤمن عليه أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه. فمن عجز عن الجهاد ببدنه لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، ومن لم يطق أن يجاهد بيده فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه. نعم. هذا في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بما وجب الله عليهم من الجهاد، وكان الصحابة مشغولين بالجهاد لأن الجهاد فرض عليهم، فرض الله عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، حتى كانوا يتلذذون بالجهاد، يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رضي الله عنهم. فلأجل ذلك لما كان الصحابة مشغولين بالجهاد أقر اليهود على أن يعملوا، ولهم شطر ما أخذت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر الذي قدموا من الحبشة. فهؤلاء الذين قسم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أقام طائفة من هؤلاء المجاهدين وهم أبطال الموحدين وحماة الإسلام وصاروا يفلحون، من يقوم بمصالح الإسلام والمسلمين؟ من ينشر دين الله؟ من يبلغ دين الله في مشارق الأرض ومغاربها؟ من يقوم بقتال الكفار وإدخاله في دين الله؟ أيهم أهم؟ ولذلك صار جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يبقون بالفلاحة والصحابة يقومون بالجهاد. ولهذا فلو قام الطائفة من هؤلاء هم أبطال موحدين وحماة المسلمين وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بغيرهم. فلما كان في زمن عمر كثر أهل الإسلام وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوه. وكان النبي قال قبل موته نقركم على ذلك ما شئنا، أخذوا اليهود النصارى من جزيرة العرب. يقول مالك رحمه الله وعلى ما تقرر من هذه الصفة، كما أن الجهاد واجب فعمل آلاته وبيعها واجب. آلة الجهاد لابد صانع يصنع آلة الجهاد، يصنع السيوف، يصنع الرماح، يصنع الآن مثل السيارات والدبابات والصواريخ والقنابل الآن في كل زمن، لابد يوجد أحد يصنعها من المسلمين، ينبغي هكذا حتى لا نحتاج إلى الكفار. يجب أن هناك من يصنع طائرات صواريخ ودبابات وجميع آلة الحرب وفنونها. يجب أن يتوفر المسلمون على توفر منه طائفة يقوم بهذا حتى يستغنوا عن الكفار وعن غيرهم. فعمل آلات وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بجزء مثل، يعني يجبر جماعة يقوم بهذه الأعمال. وكذلك تبذل الآلة إذا باعها يبذلها بثمن المثل، يبيعها غالية ثمن المثل، فعالة السلاح وعالة وبالمشترى الأول وما يقع عليه الرضا من الكسب،
فإن تبرع بذلك كان مجاهدا في سبيل الله، وإن دفعها بالثمن فلا هو ذلك. فإن المؤمن عليه أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، عليه النفع عليه النفع، يجاهد بيده على حينما بنفسه، ويجاهد بماله بدفع المال، ويجاهد بلسانه بالدفاع عن الإسلام والرد على الشبه والرد على أهل البدع وجهاد المنافقين، وبقلبه أيضا إنكار المنكر وبعد عن أهله، وعليه النفقة في عسره ويسره، يعني في وقت الإعسار وفي وقت العسر، إن كان موسر عليه ينفق كثير، وإن كان معسر عليه بقدر حاله، ومن شطه وبكره وآثرة عليه حتى لو فضل عليه غيره ومنع من حقه ما يمنعه ذلك أن يقوم بالواجب. فمن عجز عن الجهاد بيده لم يستطع الجهاد بماله، إذا كان ما يستطيع ببدنه وعنده مال يجاهد بماله، وعكس ذلك إذا كان ما عنده مال يستطيع ببدنه يجاهد ببدنه، ومن لم يتقن يجاهد بيده فليس بمعلوم ترك الجهاد بلسانه، إذا كان عنده قدرة جهاد باللسان الرد على الشبه والرد على المبطلين، وكذلك الجهاد بقلبه. لعل نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وآله وصحبه. إذا هنا يكملنا هذا إن شاء الله نأخذ التتمة، تتمة في مسائل الإيمان في النسخة الثانية المحققة، فإذا كانت متوفرة لديكم اللي عنده النسخة الثانية يحضرها، وإذا كانت متوفرة تصور، ممكن تصور، قلت لكم أنها 13 صفحة مكتوب تتمة مسائل الإيمان في غير النسخة، النسخة الصغيرة المحققة. نعم.